لاعب السعودي الذي وقع اليوم عبد الله الحافظ لاعب الاتفاق والمنتخب الأولمبي، تجربة احترافية نتمنى لها النجاح أبو أحمد. والله يعني المشكلة احنا متأخرين كثير، متأخرين كثير. حتى أنا اليوم كانوا بعض الزملاء على يعني مواقع التواصل اللي هو تويتر كانوا يتحدثون عن التجربة، كان حديثهم ثري يعني. التجربة كانوا يتحدثون أنه يعني دعوة للاتحاد السعودي لكرة القدم، خذ بأيدي الناشئين والشباب وكذا، ادفع فيهم. الاتحاد الياباني بدأ نهضته الكروية من خلال أنه بدأ من خلال أنه أخذ بيدين مجموعة من ذا ووصلهم لأوروبا ووصلهم للبرازيل وعطاهم كل تخيل أنه ناكاتا اللاعب البرازيلي الشهير الياباني الشهير، أنه بالنسبة لذا أنه وصل إلى نادي روما، وأنه كان من شروط العقد أنه تدفع شركة عقده بس بس الجميل في موضوع اللاعب عبد الله الحافظ انه لاعب صغير في السن. نعم صغير في السن، وكانوا صغار في السن اللي قدمتهم اليابان. احنا نحتاج مثلا الى الى الى, إلى مجموعه من اللاعبين يحتضنهم الاتحاد السعودي لكره القدم ويقدمهم. طيب معنا اللاعب على الهاتف، معنا اللاعب عبد الله الحافظ اللاعب المحترف في ليريا البرتغالي. مساء الخير عبد الله. مساء النور اخوي. الف مبروك. الله يبارك فيك. نتمنى لك التوفيق، بس يعني تحطنا في الصوره عبد الله، كيف صار الموضوع و وش القادم؟ الحمد لله. يعني انا من اول يعني تكلمت عن العرض وتكلمت اني راح اكون متواجد يعني في البرتغال توقيع العقد، والحمد لله يعني اليوم تم التوقيع الحمد لله، وان شاء الله يعني من بكره راح ابتدي التمرين ان شاء الله. بس تعطينا فكره عن ليريا البرتغالي هذا، في اي درجه؟ ايش ترتيبه في الدوري؟ الدرجة الممتازة هم، لكن توهم بادين يعني الدوري ما أخذ يعني حوالي 10 مباريات كذا مان. ويعني الدرجة الممتازة نادي يعني معروف هو في البرتغال. وأنت يعني من ضمن الخيارات المتاحة للمدرب في الفريق الأساسي ولا في فريق رديف ولا إيش الموضوع؟ لا في فريق أساسي. كم مدة العقد عبد الله؟ 2.5 سنين إن شاء الله. وناوي تمضيها كلها هناك بإذن الله إن شاء الله إذا الله وفقك بإذن الله. يا يعني رب. يعني مو يعني نادي ليريا أكيد إنه نادي برتغالي معروف، لكن أنا أطمح إني أواصل إن شاء الله. طيب عبد الله العقد بالنسبة لك مجزي كلاعب، مرتاح منه ماديا؟ ما راح أسألك عن الرقم. الحمد لله يعني عقدي مثل أي لاعب برتغالي هنا عادي، يعني مو بمنظره لي كنظره إنه محترف من عربي منطقة أخرى وزي كذا وتدني، لا الحمد لله يعني مبلغ جميل جدا مقنع. طيب عبد الله العقد يتكلم عن ايش؟ ايش غير المبلغ المادي؟ ما فهمت عليك. يعني في سكن، يوفر لك سكن، مواصلات، انت اذا كنت تدرس توفر لك دراسة، تفاصيل بس. السكن ومواصلات كلها طبعا النادي، هذه ما فيها شك يعني. وبالنسبه للماده يعني ما ابحث عنها كثير، يعني صح اني احطها بالحسبان لكن ما ابحث عنها كثير. اما بالنسبه للدراسه لا، دراسه راح انا ان شاء الله راح ادخل معهد ادرس اللغه، ووكيل اعمال ان شاء الله راح يسهل لي الموضوع ذا. واحنا يعني جايين بعد يعني افكر في الاحتكاك والتطور. من وكيل اعمالك عبد الله؟ مستر بيدرو. مستر بيدرو. طيب عبد الله انت لاعب اولمبي الان، اول لاعب اولمبي سعودي يحترف خارجيا، ايش هاجسك؟ ايش اللي تحس انه ممكن تقلق منه في الفتره الجايه؟ خايف من ايش؟ مرتبك من ايش؟ اذا في خوف اصلا. والله شوف انا زي ما قلت لك يعني مو بخوف خوف، لكن هي لازم تجربة ومغامرة، يعني لازم انك يعني تبذل جهد وزي كذا، لان مستقبلك كله فيه يعني، وحياة جديدة تعرف البرتغال يعني مو بالسعودية وجالس بين اهلي وزي كذا، كل هذه راح اواجه فيها صعوبة كأول ايام، لكن الله يسهل ان شاء الله وتعدي على خير الايام الاولى. امين. ودعواتكم ان شاء الله بالتوفيق. عبد الله بقول لك شيء الحين على الهواء، اسمع مننا احنا في كورة، احنا معاك على طول الخط. طبعا. احنا معاك على طول الخط وراح ندعمك باللي نقدر عليه، واسمح لنا بس انه نتابع اخبارك وتزودنا باخبارك
واحنا جدا سعيدين بهالتجربه، وان شاء الله نفرح فيك لاعب مهم، وفخورين انه احد في سنك يفكر انه يخوض مثل هالتجربه، ونسال الله انه يوفقك. عبد الله الحافظ لاعب ليريا البرتغالي، شكرا جزيلا لك. ابو احمد تفضل. انا والله بس اقول له دام انه معنا يعني يسمعنا، لانه ربما لو ذهب ما يسمع. انه انا استوفيت صراحه بالذات الدراسه كنت بسال عنها، وخصوصا انه في سن صغيره، ولكن انا اقول له بس ترى دائما اذا كانك ما جربت غربه يمكن تطفش اول اسبوع ثاني اسبوع، بس صدقني ان شاء الله بعد شهر لو قالوا لك ارجع وخذ دبل ما حترجع. لذلك لا تتهيب من بدايه المشوار، ثابر وكافح، وايضا احرص على الدراسه واحرص على التقيد بالنظام الاحترافي، والله يوفقك ان شاء الله تكون افضل لاعب سعودي يبدا الاحتراف وينشر ثقافه الاحتراف السعودي في اوروبا. والله شوف انا تلمست من كلامه ومن تصريحاته ومن يعني من مداخلات الكثيره انه يملك ولله الحمد الطموح والاصرار. شخص يملك مثل هالمقومات انا اعتقد انه سينجح باذن الله، لانه حتى يعني حتى تفكيره انه يفكر دائما باللي يحدث بعدين. هناك من بعض اللاعبين، يعني انا اذكر انه بعض اللاعبين حتى ينتقل من نادي لنادي يتكلم لك عن انه الاجواء الجديده والتكيف وما التكيف، هو انا اعتقد حتى في باله انه سيتجاوز هذه الامور، وانا اعتقد انه هذه ناحيه ايجابيه نحييه فيها، وان شاء الله يعني نتحدث عنه العام القادم او العام اللي بعده، انه خيار لكثير من الانديه المهمه في اوروبا.